السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي يا جماعة شقة معانا في منطقة باب البحر. الشقة دي شقة غرفتين، طبعا هي في الدور الأول. الشقة دي للإيجار سيزون، طبعا مش هنحتاج الأسانسير في حاجة، احنا كده كده في الدور الأول. بس هي العمارة في الأسانسير. عامة أول ما تخش هتلاقي البار أمريكي والتلاجة والبوتاجاز وأدوات المطبخ كلها. شقة دور أول زي ما قلنا، وادي السفرة على يمنا، شقة مراوح مش تكييف، وادي الشاشة أهي. بتبص على الفيو بتاع الجانبي كده، بتبص على جزيرة قبيلة الأفراد في منطقة باب البحر، قريبة جدا من الشواطئ خليج رومل، وده المميز اللي فيها. وده الحمام اهو زي ما انتوا شايفين كده، وسخان وكل حاجة تمام يعني ان شاء الله. ودي اول غرفة. الغرفة عبارة عن سريرين، وادي الدولاب طبعا مروحة. دي الغسالة هي يا جماعة زي ما انتوا شايفين، الغسالة تحت على اليمين. ودي غرفة تانية فيها سريرين برضو مراوح، الدولاب اهو كده علشان كل حاجة تبقى واضحة. الشقة دي يا جماعة ايجار سيزون، مراوح طبعا ايجار سيزون، ولو متأجرتش سيزون هنأجرها ايجار مصيفي. بس احنا بنتكلم الاول على ان احنا نطلعها سيزون كامل. طبعا اللي عايز يتواصل الرقم على الشاشة، والفيو بتاعنا الجميل ده.